سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه كعب الأحبار يقول: من ظلم خرب بيته. فقال: نعم، تصديقه في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه الآيات نزلت في قوم ثمود، حيث أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، وكذبوا نبي الله صالح، وتآمروا عليه، وأرادوا قتله، وعقروا ناقة صالح. لا شك أن فعلهم كبير وظلمهم شديد، ولكن المقصود في هذه الآية هو إنذار من الله تبارك وتعالى لكل من وقع في الظلم، سواء كان هذا الظلم كبير أو صغير، فيسمى ظلم، والظلم شديد جدا. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية، خربة. كلمة تلك إشارة إلى شيء معلوم غير مشاهد، هذا الشيء المعلوم غير مشاهد، تلك. ولذلك منطقة ثمود كانت بعيدة عن المدينة، فالآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وهم يعرفون ديار ثمود وهي في شمال غرب المملكة الآن، يمرون عليها وهم في طريقهم إلى الشام. فهذه البيوت الآن قد أصبحت خاوية، خربة، بسبب ظلمهم. فالباء هنا سببية والماء مصدرية. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي بسبب ما ظلموا، بسبب ظلمهم. أصبح الفعل المضارع مصدر، أي بسبب ظلمهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك، في خراب بيوتهم بسبب الظلم، لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك لعبرة، لآية، علامة، عظة لقوم يعلمون، أي يعلمون أن الله قادر على كل شيء، والله عز وجل يهلك الظالم ويخرب بيته بيديه، بيد هذا الظالم. فبالظلم يسلب العبد حلاوة الطاعة، ثم يسلب الطاعة، ثم يبتلى بالمعاصي والذنوب، ثم بعد ذلك يخسر راحته الأبدية، ثم يخسر السعادة الأسرية، ثم بعد ذلك يخسر ماله وولده، إلى أن يصل إلى مرحلة خراب بيته بيديه، ويحال بينه وبين التوفيق والنجاح. لأن هناك دعوة، دعوة من مظلوم، هو نائم لكنها ترتفع كل يوم إلى الله تبارك وتعالى، تشكو القهر والظلم الذي وقع عليها. لذلك نتأمل قصة المرأة التي حبست الهرة، فهي لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بظلمها لهذه الهرة، قطة. فكيف الذي يظلم إنسان؟ بل كيف الذي يظلم مسلما؟ هذا المسلم قد يكون قريبا له ذو رحم، فكيف يكون عند الله تبارك وتعالى؟ وكيف يلقى الله تبارك وتعالى بهذا الظلم؟ لا شك أنه ينطبق عليه هذه الآية: إنه يخرب بيته بيديه، بكثرة المشاكل، بكثرة الظروف النفسية السيئة التي يعيشها. والظلم درجات كما تعلمون، ومع هذا أقل درجات الظلم يتوعد عليه الإنسان في الآخرة، فضلا عن الدنيا، بخراب بيته، وأنه يؤاخذ بأشياء لا يعلمها إلا الله، ما ياخدش باله منها، ولكن الله يعلمها. فكم من زوج يظلم زوجته، كم من مدير يظلم موظفه، كم من مدرس يظلم تلاميذه، كم من تاجر يظلم عاملا عنده. وهذه الصور كثيرة في حياتنا. فالأخ قد يظلم أخاه، بل قد يظلم الأخ إخوته البنات بمنع الميراث عنهم. ما عندناش بنات تورث، إحنا مش هنودي الأرض أو الطين لحد غريب، هذا شرع الله يا أخي. منها من الظلم أيضا أن يموت الرجل فتمنع الأم تقسيم الميراث كما أمر الله تبارك وتعالى، بحجة إن محدش هيقسم حاجة لما الصغير يكبر، فلما الصغير يكبر الكبير هيموت، ثم تورث الأحقاد إلى أجيال الأجيال. فهذا لون من الظلم الذي حذرنا الله منه، أنه يخرب البيوت. رجل يظلم إخوته البنات، أو رجل يظلم زوجته، وهذا شائع، ولكن الذي ليس شائعا أن تظلم المرأة زوجها. هل رأيتم امرأة بعد عمر طويل من الزواج تزور عقد بيت ثم تبيع لنفسها ثم تطرد زوجها من البيت؟ ماذا تخلف وراءها غير خراب بيتها؟ هل رأيتم زوجة
عاشت مع زوجها سنين طوال، ثم بعد أن كبر أولادها وأصبحوا قادرين على أن ينفقوا عليها، قالت لزوجها: لا حاجة لي بك، امشي غور في داهية، ملكش لازمة في حياتي. هذا ينذر بخراب البيت، هذا الذي حذرنا الله منه أنه ينذر بخراب البيت. ولذلك لابد أن نحذر وأن نضع نصب أعيننا أن الظلم يخرب البيوت. ولذلك حرمه الله تبارك وتعالى تحريما شديدا، بل حرمه على نفسه سبحانه وتعالى، فقال: إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، فإياك إياك والظلم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. محبكم سعيد بدوي.